عاجل بعد زلزال سوريا الذي شعر به سكان الأردن ولبنان. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال أكبر خلال الأيام القادمة. عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حذر اليوم عبر حساباته على منصة إكس وفيسبوك من احتمال حصول زلزال كبير، مؤكدا أنه من الضروري البقاء على أهبة الاستعداد مع اقترابنا من يومي 18 و19 أغسطس آب. وفرانك هوغربيتس حذر كل من سكان كريت واليونان وجزر الدوديكانيز وبحر إيجا ومرمرة طالبا منهم البقاء في حال التأهب، وأضاف إلى أن قوة الزلزال يمكن أن تصل بسهولة إلى 7 درجات على مقياس ريختر. وتابع العالم الهولندي قائلا من المحتمل أن يقع الزلزال بين يومي 20 و23 شهر أغسطس آب الجاري، ولكن هناك احتمال حدوث هزة قوية بين 15 و16 آب. هذه جميع التفاصيل حول توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في الفترة الأخيرة. نتمنى للجميع السلامة والأمان. سيتم متابعة التطورات وتقديم تحديثات عند توفرها. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.